يلا عندي 12 18 36 كلهم تيبل كام؟ تو يا ماتي. تمام، لما نعمل ديفايد 2 يطلع الاجابات كام بقى؟ Six to nine to 18. Six to nine. Okay, 18. Leave number B, عندي 45, 30, 75. Column divided. Five. ليه بقى؟ عشان عندي هنا 5، عندي هنا 0، عندي هنا 5، كلهم ديفايدد 5. مستر ال 6 وال 9 وال 18 ممكن نعملهم ديفايد 3؟ ديفايدد باي 5. تمام، ديفايدد 2. نعملهم بقى ديفايدد 3. يطلع كام بقى؟ 2 to 3 to 6. 2 3 6. ده simplest form، هو ده ال simplest form. نيجي بقى ديفايدد 5. هنا بقى 9 6 و 75 divided 5 هيدينا 15. يدينا بقى كده كده معانا الكالكليتر يعني، فكده بقى نعمل لهم كلهم divided 3 برضو، تبقى الإجابة عندي بقى 3 2 ازاي عملت الاثنين دول يا استاذ يا مستر؟ يا مستر احنا عندي 12 وال 18 وال 6، ال 12 ايفن نمبر وال 8 ايفن نمبر وال 6 ايفن نمبر، خلاص؟ فانا عشان كلهم ايفن نمبر عرفت ان هم ديفايدد 2. فعملت كل واحد فيهم ديفايدد 2، يعني 12 ديفايدد 2 وال 18 ديفايدد 2 وال 36 ديفايدد 2، عندك الكالكليتر. لقيتهم كلهم ينفعوا ديفايد 3 لان هم كلهم في مالتيبليكيشن 3، عملت كمان ديفايد 3 لكل واحده فيهم. نمبر بي عملت كل واحد فيهم ديفايد 5، طلعت 9 6 15، كلهم كمان ديفايد 3 طلعت 3 2 5. خلاص عندي 21 63 هلاقيهم كلهم في تايمز تيبل 7، يعني ديفايدد 7. فيلا كده اعمل 21 ديفايد 7 و63 ديفايد 7، كلهم ديفايد 7، يدينا كام بقى؟ مستر انا حليتها، ممكن اقول الناتج 3؟ ايوه 3 to 9 to 5 وكده سمبلست فورم، ما عنديش حاجه ثانيه بقى، ما ينفعش ديفايد حاجه ثانيه. نيجي بقى لا ما ينفع منهم اثنين 3 وال 9 تنفع ديفايد 3، لكن احنا محتاجينهم كلهم ديفايد كام؟ نيجي بقى ال 56 وال 32 وال 40 كلهم ديفايد ايه؟ يا مستر انت ازاي يا مستر انت ازاي جبت 2 و 3 و 6؟ عندك ال 6 وال 9 وال 18 عملتهم ديفايد 3. ايه يبقى ال 56 وال 32 وال 40 ديفايد 8 كلهم ينفعوا في 8، فيطلع الحل ايه بقى؟ 7 و 4 و 5. نيجي بقى في بوينت، لما يكون في بوينت ونمبر واحد بس بعمل تايم 10، فالبوينت بقى بتطير خالص بقى ما كانتش موجوده، يفضل عندي 54 72 و48. يلا بقى مين في الجدول بتاعه كل ده؟ ممكن احلها انا؟ اتفضل. أول اثنين هنعمل ال 52 بال 54. أيوة. وثاني واحدة مستر أوفرز ديفايدد، أنا بعملها يا مستر غير حضرتكم بتاع اللي أنت بتعملها، بعمل ال يعني 54 أوفر 72 بيديني نفس الناتج 3 over 4، يعني 3 to 4 كده، صح برضه؟ لا محتاجين التلات 3 numbers كلهم يتعاملوا كده. ممكن
5.4 × 5.4 × 10 × 7.2 × 4.8 × 10 هتبقى الأولى 54 والثانية 72 والثالثة 48. بعدين هنعمل لهم simplify هيطلعوا 9 × 12 × 8 divided by كام بقى؟ ثانية واحدة divided 2 ايوه يا مستر. هي المسألة دي ازاي حلها؟ نمبر 3 بعد ما عملنا ملتبلاي 10 قمنا عاملينها ديفايد مستر هو ده ازاي حلها؟ ايه هنحلها دلوقتي؟ دلوقتي انت يا احمد عطا بتسأل على نمبر سي، نمبر سي مكتوبة قدامك يا حبيبي اهو ديفايدد 7. كل واحد فيهم ايوه الحمد لله يا مستر عارف دي بس اللي تحتيها بس اللي ما فهمتهاش قوي اللي هي اي مش سيبه طيب يلا ركز معايا بقى انا عندي هنا في ديسمال بوينت ديسمال بوينت ديسمال بوينت فلما عملت تايمز هطلع الديسمال بوينت بقى بره خالص فيطلع بقى الاجابه كام بقى 54 لوحدها من غير ديسمال بوينت و72 تمام و48 خلاص ينفع اعمل لهم كلهم ديفايدد 2 ينفع اعمل لهم كلهم ديفايدد حاجه ثانيه غير 2 احنا قلنا ايه بقى ديفايد 6 مستر حضرتك انت حضرتك كاتب ليه الملتيبلاي 10 ملتيبلاي 10 عشان احنا نشيل الديسمال بوينت عشان تبقى 54 من غير 9 يا مستر 9 يا مستر كل دول 9 مش هينفع 9 مش هينفع 9 6 ينفعوا 6 ينفعوا 6 طب ينفعوا 6 يطلع كام بقى 9 × 12 × 8 × 8 9 × 12 8 ده سمبل 4 نيجي بقى اخر حاجه بقى تايمز 10 فهيتغيروا بقى هيبقوا 24 و18 و30 ليه عملنا تايمز 10 عشان نشيل الديسمال بوينت في اخر واحده ما كانش فيها ديسمال بوينت فبقت 30 طيب مين بقى ديفايد 2 كلهم طلعت لي 27 و36 24 تمام اعمل ديفايد 3 كمان ماشي هيطلع معاك الاجابه 9 و12 و8 يلا نيجي بقى نمبر اف عندي 24 18 30 كلهم ديفايد 3 يدينا كام بقى؟ يدينا 8 وديت كام؟ ينفع ديفايد 6 بدل 3 اعطوني خليها ديفايد 6 احسن عشان يبقى ايه simplest form quickly ديفايد 6 تبقى الاجابه 4 4 3 5 كلهم ديفايدد 6 مستر هو جي واتش ما كانوش معانا صح؟ ده لسه هنبدا فيهم دلوقتي ناخد بقى التايب نوع تاني بقى اللي هو لو عندي فقى فراكشن نيجي بقى ركزوا بقى نكتب بقى في النوت بتاعتنا نكتب الفراكشن ده 1 اوفر 2 ريشيو 2 اوفر 3 ريشيو 1 اوفر 4 اكتب بقى أشوف بقى نحلها ازاي يلا بقى ركزوا بقى لما كان في بوينت كنت انا اشوف ايه اللي قبل البوينت كان 1 ديجيت كنت اعمل تايمز 10 2 ديجيت يبقى تايمز 100 تمام دلوقتي فراكشن بقى انا محتاج بقى الفراكشن ده اخليه بقى ارقام عاديه بقى
natural number. فانا عايز اعملهم بقى تايمز كلهم رقم واحد بس يخليهم لي عاديين بقى. فبصوا بقى هجيبه ازاي بقى. مستر لو سمحت تطلع بالشاشه شويه مستر بس ارقام اعمل ال 2 multiply 2 وال 2 multiply 4 وال 3 multiply 1 و multiply 1 للثاني. يعني اعمل طيب اسمعوني بقى عشان هي حاجه جديده خلاص. مستر انا حليت المساله. طب اسمعني برضو وشوف انت حليت صح ولا لا. خلاص نركز بقى. يلا انا عندي 1 over 2 محتاج اعمل لها تايمز نمبر و 2 over 3 محتاج اعمل لها تايمز نمبر تاني برضو نفس النمبر هو وال 1 over 4 بس هيطلع لي الحل مش فراكشن هيطلع لي الحل ناتشرال هيطلع لي الحل عادي. خلاص بص بقى هنعمل تايمز كام بقى هنجيب الرقم ده منين. هنيجي بقى لأكبر واحد فيهم. مين أكبر واحد فيهم؟ الفور. وهنكتب تايمز فور يعني. فور. يعني هنكتب جدول فور. فور تايمز 1 فور. فور تايمز 2 8. فور تايمز 3 12. فور تايمز 4 16. تمام؟ مستر أنا مش فاهمة يا مستر إحنا إزاي هنعرف نعمل مالتبلاي؟ إحنا بنبص الرقم اللي تحت ولا اللي فوق؟ لا هنركز على الرقم اللي تحت دلوقتي واقول لك هنطلع الرقم ده ازاي. يعني هقول لك هنجيب الرقم ده منين. فركزي معايا الاستيب هعملها. فانا جبت عامل تايمز تيبل 4 على جنب كده 4 تايمز 1 4 تايمز 2 4 تايمز 3 4 تايمز تمام 4 تايمز 5 4 تايمز 4 وهكذا. هاجي بقى ينفع كلهم ديفايدد 4 يعني دول كلهم ينفعوا ديفايدد 4. لا طبعا ال 2 هتنفع وال 4 هتنفع لكن 3 ديفايد 4 لا. خلاص ينفع كلهم نعملهم ديفايدد 8 يعني 8 ديفايد 2 ماشي تنفع 8 ديفايد 3 لا مش تنفع. خلاص ينفع تشرحها تاني يا مس يا مستر. احنا بناخد اكبر رقم موجود تحت. اكبر رقم موجود تحت كام؟ 4 وبعمل تايم ستيبل 4 وبشوف رقم ينفع يتقسم عليهم كلهم. في مين ينفع يتقسم عليهم كلهم؟ ال 12 ال 12 ينفع ديفايدد 2 وينفع ديفايدد 3 وينفع ديفايدد 4 فنعمل لهم كلهم بقى تايمز 12. يلا كده بالكالكليتر اعمل كل واحد فيهم تايمز 12 شوف يطلع معانا كام. يعني هاف تايمز 2 ايكوال 24. لا لا هنعمل 1 اوفر 2 تايمز 3 ايكوال 36. اول واحده هتطلع 6 يا مستر. اول واحده هتطلع 6 تمام. واللي بعدها 2 هنعمل سمبلست هيطلع الإجابة 8 وآخر واحدة بقى تطلع 3 كده خلصت المسألة. يبقى أنا كلهم عملنا لهم تايمز 12 مستر الثانية 6 4 4. أنا مش فاهمة أول مرة مش فاهمة ولا نسمع الفيديو ماما. نقولها تاني انا محتاج ان اعمل تايمز مع كل الفراكشن دي الموجوده دي هتحولها لي ناتشرال نمبر. خلاص فانا اعرف ازاي بقى ان انا هعمل تايمز كام. هجيب بقى ذا جريتست نمبر يعني اكبر رقم فيهم اللي هو الفور واعمل درافت على جنب كده التايمز تيبل 4 تمام. 4 تايمز 1 4 4 تايمز 8 4 تايمز 2 8 و12 و16 و20. ارجع بقى اجرب كل واحد فيهم ديفايدد يعني كلهم دول ال 2 و3 والفور ينفعوا ديفايدد 4؟ لا. هلاقي كلهم ينفعوا لو عملت ديفايدد ليهم كل واحد فيهم ديفايدد 12. فاختار بقى 12 واعمل كل واحد فيهم تايمز 12. تمام؟ لما اعمل كل واحد فيهم تايمز 12 يطلع عندي اجابات جديده. فلما اعمل ده تايمز 12 كله كده يدينا 6. تايمز 12
خلاص يدينا 8 تايمز 12 يدينا 3 وهي دي الإجابة. ممكن تشرح لي علشان الزمن دخلنا طيب ناخد واحدة تانية مثلا جاب لي 1 over 2 او 2 over 3 وجاب لي هنا 4 ما جابليش ال 1 over 4 جاب لي 4 بس هو ال حضرتك الارقام دي ال 4 وال 8 وال 12 وال 16 دي الارقام في جدول 4 ولا ارقام مع اساس ايه؟ جدول 4 اه 4 times 1 4 4 times 2 8 4 times 3 12 4 times 4 16. طب يا مستر معلش هو حضرتك ليه اخترت الرقم 12 multiply by 2 كده تمام برافو عليك ليه اخترنا رقم 12؟ لان 12 الوحيد اللي ينفع divided 2 هيدينا رقم natural ينفع divided 3 وينفع divided 4 ينفع divided 4 طب لو مثلا جاب لي 2 over 3 وال 1 over 4 بس الرقم الثالث يعني جابوا لي مثلا 4 بس ما جابليش اي difference عادي هنخليه 4 over 1 ونحل بقى نشوف برضه مين فيهم ينفع divided معاك كله تعال نشوف طيب النيو كويستشن اللي جنبها كده تكتبها برضو لوحدها 1 over 4 2 over 5 3 over 10 فعلا عندي مين اكبر حاجه تاني كده اوريكي حاجه طيب 10 مين شطور بقى يقول لي لو في تايم ستيبل 10 مين ينفع في تايم ستيبل 10 ينفع ديفايد 5 ينفع ديفايد 4 دي مش فاهمها مستر ممكن هتبقى دي فاهمها مستر 20 ال 20 فهنعمل كلهم تايمز 20 يعني كل واحد فيهم دلوقتي هنعمله تايمز 20 يلا كلها بالكالكليتر اهو من غير كالكليتر 1 over 4 multiply 20 equal 5 multiply 20 3 over 10 multiply 20 ل 1 over 4 equal 5 2 over 5 equal 8 و 3 over 10 equal ثانية واحدة يا مستر بتاع 6 اه اوكي that's it بالليست 4 دي الإجابة بتاعتها مستر هو الهوم ورك بتاعنا النهارده هيكون على الفراكشن كده اه نكمل نكتب واحده ثانيه مستر انا عايز احل واحده ممكن طيب ماشي نكمل ونشوف مستر لو سمحت ينفع بس تفهمني المساله تاني طبعا كمان ناخد نحل مساله كمان ونراجعها مستر انا مش فاهمها حاضر اللي مش فاهم يركز بقى في دي ماشي لو ما فهمهاش نشرح واحده تانية نكتب مع بعض يلا finish one minute mister مستر انا اقدر احلها يا مستر تمام مين يعرف يحول من ميكس نمبر ل انا مش انا هعمل 3 مالتيبلاي ل 3 بلس ال 1 مستر انا عارفاها يا مستر ينفع في مالي مستر It is 3 multiply 3 plus 1 3 multiply 3 equal 9 9 plus 1 equal 10 10 over 3 برافو اللي بعدها 6
1 over 4 6 multiply 4 plus 1 multiply 4 equal 24 plus 1 25 25 over 4 10 over 3 25 over 4 اللي بعدها 4 multiply 8 plus 3 4 multiply 8 32 over 8 نزود عليهم 3 هتبقى 35 over 8 مستر عادي لو حليت المسألة بعدها دلوقتي مين ما يعرفش ممكن احل ممكن احل اللي بعدها أول. لسه ما خلصناهمش مين يعرف يحول الميكسد لفراكشن في ناس قالت يا مستر انا مش فاهم مين مش فاهم الميكسد لفراكشن مين مش فاهم ال 10 اوفر 3 جت انا مستر ايوه غير انا اميره طيب احمد واميره تعرف تكتبوا الميكسد ده على الكالكوليتر multiply 16 تعرف تكتب 3 and 3 على الكالكوليتر مين يعرف يطلع الزرار ده على الكالكوليتر على السكرين انا يا مستر بعمل شيفت وبعمل ال علامه الفراكش تمام شيفت وعمل طيب لو دوست انا اللي مش فاهم يكتب بقى ال 3 and 3 على الكالكوليتر بالشكل ده 3 and 3 ودوس equal فتطلع معاه 10 over 3 مستر ينفع تشرحها تاني حبيبي انا بقول اهو ده انا بقولت 20 مره قلت تاني حاضر 3 and 3 اكتبها على الكالكوليتر خلاص ودوس equal تدينا 10 over 3 قول تاني 10 over 3 بعمله كونفيرت ممكن عادي بالكالكوليتر عادي كده كده الكالكوليتر معانا فنكتب على الكالكوليتر مش عارف يعملها على الكالكوليتر يبقى يجي بقى على الخاص كده وانا اعلمه بقى ايه ازاي يعملها اشرحها له فيديو خلاص نيجي بقى نكمل كلهم حولناهم بالكالكوليتر دلوقتي انا عندي بقى مفروض ان اعمل لهم تايمز كلهم حاجه واحده واتخلص لي المساله نعملهم تايمز كام مين شاطر بقى يقول لي تايمز كام مستر مشين اول حاجه بال8 دي هنعملها هنعمل 8 multiply 2 8 multiply 3 multiply 4 multiply 5 وبعدين نشوف ايه اللي هينفع علينا احنا هنعمل تايمز تيبل 8 دلوقتي هنعمل تايمز تيبل 8 على جنب كده عندي 8 تايمز 1 8 8 تايمز 2 8 تايمز 2 16 24 8 تايمز 24 كفايه دول بقى 24 يعني محتاج بقى ينفع كلهم ديفايد هي تبقى معاها 16 مستر 16 ماشي بس 16 مش موجوده في جدول تيبل 3 فمش هتنفع يبقى 24 يبقى 24 كلهم انا عاملهم تايمز 24 يبقى احنا كده يبقى 10 over 3 بالكالكوليتر مستر احنا هنعملها على الكالكوليتر 10 over 3 multiply 24 yes quickly مستر اديتني 80 كلهم 10 over 3 اديتني 80 25 over 4 times 24 equal 150 واخر واحدة مستر بقيتي اخر واحدة كل 105 يا مس ينفع ترجع بالصفحة ورا شوية بس قدام شوية يا مستر يا احمد طب مستر سؤال هو احنا بعد ما نطلعهم بعد ما نجيب نعملهم لارقام عاديه احنا بقى بنحتاج نعملهم سمبلست
لو السيمبلست موجود افيليبل ماشي. مستر ممكن اجاوب واحده؟ طيب نعملهم كلهم ديفايدد 5. يلا كده بالكالكليتر نعملهم كلهم ديفايدد 5 لان كلهم فيهم 0 و 5 فكلهم. انا عندي طريقه عايز اقولها لك بس مش عارف هي صح ولا لا. 30 و 3 equal 21. لو ما نعمل ديفايد 5 ماشي يا ساندرا؟ اه تمام. عبد الرحمن الاولى. عبد الرحمن السيد. انا اسمه عبد الرحمن. كلهم نعمل ديفايد 5 عبد الرحمن. ماشي يا أميرة. مستر ممكن أحل اللي بعدها؟ طب لما نشوف لما نيجي اللي بعدها يبقى كلهم ديفايد 5 معايا الكالكليتر. كلهم ديفايد 5 عادي سهل أوي. كلهم ديفايد 5 أوكي فتبقى الإجابة عندي 16 و 30 و 21. اعملوا كده على ريكتانجل ده السمبلست فورم ده الفينيشنج. مستر احنا عادي يا مستر نجيب الفراكشن ده ونعمل له فراكشن عادي مش ميكسد نمبر وبعدين نحوله لديسيمال وبعدين نعمل له ملتبلاي 10 او ملتبلاي 100 او ملتبلاي 1000 وبعدين نعمل له سمبليفاي. اه يلا عندي مثلا 2 اند هاف وعندي مثلا 3 اند 1 اوفر 4 وعندي مثلا 1 اوفر 8 ممكن احل هنا دي ممكن تحول لبوينت. هي بتقول ينفع نحولهم بوينت؟ اه لو ينفع تحوله بوينت كلهم ماشي لكن في ارقام ما ينفعش تحول لبوينت. خلاص فدول كلهم ينفع تحول لبوينت يعني 2.5 دي تبقى 3.25 دي تبقى 0.125 لكن في ارقام ثانيه ما تنفعش زي اللي عدت كان فيها 3 يعني اي حاجه فيها 3 مش هتنفع تحول لبوينت تبقى كتير قوي. نيجي بقى نعمل تايمز 1000 فهتبقى 2500 دي تبقى انا مش فاهمه دي 50 دي تبقى 125 تمام. دي لما كانت تحول لبوينت يعني بيقول لي ال1 اوفر 2 انا عارف ان بوينت ودي تتحول لبوينت ودي تتحول لبوينت. خلاص ونرجع بقى نعمل لها سمبلست ديفايد 5 ونعمل كمان ديفايد 5 ونشوف بقى توصل لغايه كام. خلاص بس احنا مش محتاجين نعملها دي يعني نركز بقى على حاجه ثانيه. ممكن مع بعض بقى. اه كلكم هتحلوا لان هي تبقى سهله يعني 1 اوفر 2 عايزين احنا نحلها. كلكم هتحلوا كيلو جرام وعندي 3000 جرام وجديد بقى حاجه ثالثه بقى 4.5 كيلو جرام. فانا عندي بقى انا عندي كده ديفرنت يونتس عندي بقى مختلفين. انا عندي كيلو جرام عندي جرام عندي كيلو جرام انا محتاج كلهم اخليهم زي بعض سيم يونت كلهم ايه بقى؟ كلهم جرام. مستر هنحول ال 1 على ال 2 اللي هي الكيلو جرام ونحول ال 4.5 للجرام. الدكتور بقى يقول لي الكيلو جرام عشان نحوله جرام بنعمل كيلو جرام. انا عامل تايمز 1000 مين بقى تايمز 1000 مش كلهم بقى تايمز 1000 اول واحده تايمز 1000 لا الجرام جرام 1000 و 4.5 و 1000 اللي حول بقى 2 اند هاف دي كام؟ ايكوال تو 2500 ايكوال تو 1500 اخر واحده لو عملناها تايمز 1000 ثانيه equal 400 لونج جرام ماشي. انا عندي بقى ممكن كل واحده نعمل منها كانسل 2 0 يعني كان عملنا ديفايدد 100 ليهم كلهم
هتبقى بقى الإجابة عندي 25 و 30 مستر انا مش فاهمة ازاي ان احنا بنحولهم لجرام وكده من ميكسد نمبر. تمام انت عندك حاجة هنا اسمها كيلو جرام صح؟ طيب اول حاجة لازم في حاجة تحفظي بقى كيلو جرام هاو ميني جرام؟ 1000. تمام يبقى عشان تحولي بقى من كيلو جرام لجرام تعملي تايمز 1000 دي بس هي تايمز 1000 تمام دي اوريدي جرام خلاص دروب داون زي ما هي ودي برضو بنعملها تايمز 1000 بالكالكليتر عشان تدينا بقى بالجرام. وبعد ما تطلع بالجرام المفروض بقى ان احنا نعملها ديفايدد حاجه عشان يطلع لنا التمبرس. مستر انا عايزه احل واحده. اكسلنت برافو عليكي. احل واحده. فهمت يا مستر. ممكن. طيب يلا بقى كويز كده او تراي كل واحد بقى يحل لوحده وفي الاخر هنقول الاجابات بعد 1 مينت ماشي؟ تراي. مستر في ناس كتير يا مستر عايزين يحلوا وما بيدوش فرصه للناس التانيين بيقولوا عايزين نحل عايزين نحل وفي الاخر احنا ما بنحلش. طيب احنا هنعمل حاجه حلوه قوي هندي دقيقه واحده ما حدش يتكلم وكله بقى يحل وهنعمل تشيك كل واحد بقى يسيب القلم بتاعه ويمسك القلم مثلا ريد بن يمسك القلم الاحمر وهيعمل تشيك معايا كانه ايه بقى؟ كانه هو انا المستر هو اللي بيصحح خلاص؟ هناخد تراي دلوقتي حدش بقى يتكلم 1 over 8 day 6 hours one and a half day اوكي 1 minute ده من دقيقة واحدة نحل فيها خلاص بعد كده هنبدأ بقى نجمع If you finish, say I am done. اللي خلص بقى I am done. ماشي اول واحده هاني مستر بقى لي شويه ساندرا واميره لسه في الويتنج I am done. Okay. Mr. Father, 1 minute to zoom in. No problem. Mr. Letter. Done. Omar.
محتاجة ايه يا مريم؟ مستر هو انا طلع معايا نمبر بس انا مش عارفة اعمله ديفايدد حاجة ولا سيبه، فانا بشوف لسه. Okay, we will see together. ماشي يا ريماس. مستر هو انا لو عايزة اتأكد بعملها ازاي؟ محتاجة ايه؟ اتأكد على المسألة حلها صح ولا غلط، بعمل ايه؟ هو تشيك في ده يبقى صعب، بس انت لو افرض يعني تشيك افري ستيب، يعني شوفي كل ستيب. يعني اول حاجه الداي هاو ماني اور، اليوم مستر ام دان ايكوال عمل اللي عمله عمل الداي 1 اوفر 8 تايم ال 24 ايكوال 3 اور. ماشي. و 1 اوفر 1